السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. فيتامين ب 12، فيتامين ب 12 أشكاله الدوائية إيه؟ في منه أقراص وفي منه حقن، والحقن في منها انترا ماسكولار وانترا فينوس، أو حقن عضلي وحقن وريدي. طب هل في له أشكال تانية فيتامين ب 12؟ أيوه، ليه أشكال تانية. استنشاق، بخاخة، بخاخة، أيوة. سيانوكوبالامين، بخاخ، سيانوكوبالامين، بخاخ، سيانوكوبالامين، بخاخ. سيانوكوبالامين هو الاسم العلمي لفيتامين ب 12. سيانوكوبالامين هو الاسم العلمي لفيتامين ب 12. العبوة كده والبخاخة بتاعتها كده. حضرتك في كليبس، في كليبس بتفكه، في كليبس اهو بتفكه وبتفك دي وبتركب دي في الازازه بتاعتها، وبتبخ بخه واحده في الانف قدر البخه الواحده 500 مايكرو جرام. العبوه دي فيها 8 جرعات، الجرعه اسبوعيا، جرعه واحده اسبوعيا، قدر الجرعة 500 مايكرو جرام. باخده من تلقاء نفسي سيانوكوبالاماين، سيانوكوبالاماين باخده من تلقاء نفسي؟ لا، أنا براجع الطبيب. فإذا في جرعة استنشاق من سيانوكوبالاماين فيتامين ب 12 للناس اللي بتعاني من الأنيميا أو عندهم التهاب أعصاب، والدكتور محتاج حاجة بخاخ تصل في الدم في نفس الوقت بكامل التركيز دون نقصان. وده الدليل العلمي على كلامي، ان لما واحد يقول لك خد بخاخات الكورتيزون، بخاخات الكورتيزون دي لعلاج الجيوب الانفيه وهي موضعيه، لا مش موضعيه، دي بخاخ بتصل بكامل التركيز الى الدم في جزء من الثانيه دون نقصان، دون ان تمر على الكبد اصلا او يتم تكسيرها. ده كلام العلم. فلو حضرتك خدتها عن طريق النت او عن طريق اليوتيوب وحضرتك مريض ضغط هترفع لك ضغطك في السماء، لو حضرتك مريض سكر هترفع لك سكرك في السماء، لو حضرتك عندك هشاشة عظام هتبوظ لك الدنيا. فاذا البخاخات انهاليشن، استنشاق بيصل للدم في جزء من الثانية كامل التركيز دون نقصان دون أن يمر على الكبد، كلام العلم الصريح دون مجاملة أحد. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجت أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة على رسول الله. السلام عليكم.